وكانت عندي شخصيا واحد السؤال كنت سولت الاستاذ منصف، قلت له واش الطلبه التلاميذ ديال 12 سنه 14 سنه واش يكونوا انتريسي، واش غيقدروا يتعلموا على داك واش غيفهموا، وهذا كيوصل الوقيته كيعلموا وكيديروا الشروط ديالو وكيديروا المسائل كلها خاصه بلا صداع بلا جوج. حنا كنعيش دائما التاجيلات. هذا المهرجان راه اجلناه جوج ديال المرات لان ما كانش عندنا بصيص من الامل سي انس الشاب والطاقم الكبير اللي تيشتغل في الخفاء، وتنحي اداره المهرجان اللي رغم الصعوبات فهي متمسكه هذا العرس السنوي، ودابا السنه رقم 12 تنحييهم. نقول كلمه بحق الاستاذ حبيب على هذا التفاني من اجل استمراريه هذا الفيستيفال كي نتيان اكور، لان توسكي ميكنيس جولي دون لا بو موا. دونك شكرا الاستاذ مع هاد لي ديفيكولتي وهادشي كله وراك مستمر، ودابا عاد فواحد الدردشه صغيره بزاف زدت فهمتي الحوايج، وانا ما كنستغربش متناس معاك اني للاسف غادي نبقى دائما كنعاود الهضره. هي سيت اون بيرل اللي كتستاهل كثر بزاف من هادشي اللي كيدار في حقها. ما كنقولش اللي كيدار معاها كيدار في حقها، ربما انا بليس كنقول لك هادشي كيديروه بالعاني ولا شنو جو سي با اي جو مون فو. ليسونسييل سي كو اللي عندو شي نبضه في قلبو كتنطق بالكناس يعمل ولا سيرى الله عامل لكم هذا اللي كاين. المهم جيتي عرفتي بواحد المده كنت درت بزاف ديال ليزاكتيفيتي او سان سي دو مافوت الدراما طلع ليا. المهم القصه ديال المدينه في مكناس الصراحه ما كنعرفش مزال المدينه، ولكن ديما ما كنجي كنبغي نمشي من افعال لاكادير، مدينتي هي اكادير، كندوز ديما من مكناس. و جي اكسبتي دو بارتيسيبي ا سو فيستيفال بروميرمون باسكو سي مون امي انس كي ملا دوموندي، Et secondo, c'est grâce à ce genre de festival qui m'ont fait connaître aux États-Unis. Fashion Expo, tu parlais, j'ai jamais été full set de Orlando. Quand c'était sur le court-métrage, Mature Flax, Masks Down, les arbres des festivals de jeunes. ميامي وفي LA وفي نيويورك. اسمي سفيان الخالدي، انا ممثل كاتب ومخرج، انا من مدينه اكادير، وطاحت لي الفرصه نقرا ونخدم في امريكا وعش في هوليوود، وخدمت في عده انتاجات امريكيه اوروبيه وعربيه. ديرنييرمون درت مسلسل مصري الشهيد الثمانيه مع الاستاذ عبد اللطيف شوقي. انا حاليا كنصور مسلسل امريكي، و وعرض عليه الصديق ديالي انا الشهاب المدير ديال الفستيفال دو سينما دي جون دو مكناس باش ابورتي مون اكسبيريونس كو لي عندي في على الخارج، وان شاء الله انسبيري بوركوا با دي جون افير دو سينما اي ا باتايي جوسكا كون كري ان جور لاندستري دو سينما ماروكان كون بو اكسبورتي ان انترناسيونال. وشكرا. مساء النور. انا بصفتي عضوه في لجنه التحكيم، اولا كنحيي الاستاذ بالحبيب على هذا النفس كما قلت الطويل في الاستمرار بهذا لو فيستيفال، وفعلا مكناس في حاجه كبيره ان اسمها يرتبط بمهرجانات بحال هذه، مهرجانات ثقافيه مهرجانات فنيه. هذا هو القليل اللي ممكن نعطيو لهذه المدينه هذه اللي عطاتنا بزاف، واللي مع كامل الاسف كما قلنا راها كتعاني من تهميش وكتعاني من ان ما كاينش ان انفستيسمون كولتوريل ولا ارتستيك اللي يليق بمكناس. بالنسبه لهذه الدوره اللي هي لو تيم ديالها هو المراه، جميل جدا تكون هذه الالتفاته هذه للمراه، ومع العلم ان هذا الشيء كله في اطار ان الفيستيفال دائما هو اندوماج على جونيس. بعدا كنحيي كاع الاصدقاء ديالي وكاع السكان ديال مدينه اكادير، تشيره انزكان ليراك تدارت تيزنيت فونتي، كاع الناس كاع الاصدقاء والعائله ديالي. و جيسبر كو ان
نديروا شي افلام اما في مكناس اما في اكادير. مرحبا وان شاء الله نطوروا aussi bien le tourisme mais aussi créer une industrie nationale forte qu'on peut exporter à l'international بحال السينما الكوريه. وشكرا. تنفيذي لمهرجان دولي سينما الشباب في دورته الثانية عشر. كنشكر الصحافة، كنشكر المنبر الإعلامي ديالكم على التواجد ديالهم معنا في هاد الندوة الصحفية. اكزاكتومون. شكرا بزاف، كل الشكر أنكم واخا من الدار البيضاء جيتوا المدينة ديال مكناس باش تعطيو يعني الأودينس الوطني ديالكم يشوف هاد الفيستيفال. هاد الفيستيفال كيتميز بجوج ديال الحوايج، هو فيستيفال ديال الشباب للموضوع ديالو هو السينما والمرأة، وفيستيفال اللي كنحاولوا ما امكن دائما يكون واحد لاسبي انترناسيونال اللي كيجي في هذه الدوره. هذا عضو لجنه التحكيم برئاسه ديال المنصف نازيه، معنا عضو لجنه التحكيم اللي هو جاي من هوليوود اللي هو الاستاذ سفيان الخليدي اللي هو ممثل في هوليوود في لوس انجلوس يعني في الاستوديو ديال هوليوود، وهذا غيعطينا واحد النزعه جيده بان الشباب والطلبه اللي غيجوا في ماستر كلاس والطلبه اللي غيجوا معنا في ايام المهرجان غادي يستافدوا من هذه التجربه اللي هي تجربه عالميه وتجربه اللي حنا كنشوفوا فيها فقط في يوتيوب، وهذا غادي يكون واحد الانتراكسيون اللي هي ديريكت. ومن الناحيه الثانيه هو اننا حنا فرحانين اننا ما غاديش نوقفوا، ولكن غادي نبقاو على متابره على الاهم شيء اللي عندنا في هذا المهرجان اللي هو الحفاظ على التراث ديالنا والحفاظ على دار السينما، لان ذلك غنديروا الافتتاح رغم صعوبات غادي نديروه في سينما كاميرا. فقط شيء واحد هو ان الحفاظ على دار السينما والحفاظ على لاند ماركس اللي عندنا في المدينه ديال مكناس، وهذا شيء مهم وباش حتى الجينيراسيون الجديده اللي مازال يلا صغيره تعرف راه كاينه سكون ابيل سينما، وتعرف بان السينما عندها هي الحلاوه ديالها. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.